نحن شعب، شعب عربي مسلم، مسلم يعني هو الإسلام والسلام. دولة تاعنا، دولة تاعنا دوما دوما مبادرة السلام، لا تتدخل في الغير، تقيم العلاقات اللي هي في الحقيقة وهي أعطاس في الميدان كل دول الجوار. هذه السياقات كي بدأ يقوي في الجزائر وبدأ يشوف الطريق الصحيح والصعب. هاكم تشوفوا في دبدان خوتنا بداو يتحركوا جو. هاكم تشوفوا انا غدوه راح يعني ربي نمشي لانجزام الزواطين وبرج ماجي مختار. حدودنا لا نديكم قوينا، الحدود تاعت الزواطين كاينه بلديه، بلديه تاعنا وبلديه تاع مارين الزواطين. نقول عدد كبير من المداومات للمترشح وللحزب واقفين مشايخنا ونظليننا راح نكون معاهم. لازم ننخرط في حمايه حدودنا، في حمايه مجتمعنا، في حمايه اولادنا من هذه السموم. لذلك الارندي يبقى مجندا. يوم 7/6 الشعب سيد في الموقف تاعه، ان شاء الله باذن الله سنقطع الطريق على الانتهازيين وعلى اعداء هذا الوطن. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.